ألفريد نوبل. ولد ألفريد نوبل في عام 1833 في مدينة ستوكهولم، وتوفي عام 1896. عمل والده على بناء مصنع بالقرب من مدينة ستوكهولم لتصنيع مادة النيتروجليسرين شديد الانفجار، وقام بتصنيع نحو 140 كيلو جرام من هذه المادة، ولكن المصنع انفجر عام 1864، سبب الانفجار في مقتل أخيه الأصغر إيميل وأربعة من الكيميائيين والعمال. عمل ألفريد على ترويض وضبط استعمال مادة النيتروجليسرين، فتوصل إلى اختراع الديناميت في عام 1866 ميلادي، وحصل على براءة اختراعه، فتهافتت على شرائه شركات البناء والمناجم والقوات المسلحة، وانتشر استخدام الديناميت في جميع أنحاء العالم. قام ألفريد بإنشاء عشرات المصانع والمعامل في 20 دولة، وجنى من وراء ذلك ثروة كبيرة جدا، حتى أصبح من أغنى أغنياء العالم. مات ألفريد نوبل يوم 10 ديسمبر سنة 1896، وقد خلف وراءه ثروة طائلة قدرت بحوالي 30 مليون قرون سويدية. ووصى باستثمار الجانب الأكبر من ثروته في مشروعات ربحية يتم من ريعها منح 5 جوائز سنوية لأكثر من أفاد البشرية.